بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله في الفيديو تاع اليوم راح نتعرف مع بعض على أجزاء الجسم عند الحيوانات باللغة الفرنسية تبعوا معايا مليح وسي حفظوا معنا الكلمات هذو خاش تستفادوا منهم في حصة production Oral في وفي production écrit تعبير الشفاهي والتعبير الكتابي هنا ندير لكم الإجزام تاع la gazelle les parties كور corps d'une

لي القرنان لوكو الرقبه لو بوتراي صدر لو فونت هو الكرش لو الظهر لي بات القوائم لاكو الذيل لو بويل او بيان لو الشعر والشعر ولا الوبر اكتبو معايا حنشوفوا دوطغ بارتي لي نصيبوها عند بعض الحيوانات وتميزهم على حيوانات واحدة Par exemple, le lion a une crinière et des griffes. L'éléphant a des défenses et une trempe. Le chameau a deux bosses, le dromadaire a une bosse. Ils ont des sabots. Le renard a une fourrure et des moustaches. Le tigre et les zèbres دي des rayures noires la girafe a des osicones et des taches نشرحو مع بعض الكلمات انكينيير هي اللبدة ولا الشعر الكثيف صيبوها عند الاسد ولا عند الحصان دي غريف هما المخالب ديفونس هما انياب الفيل نلقاها عند واحد القام ثاني لا هو الخرطوم إن هو سنام الجمل أو الحدبة دي مستاش الشوارب دي صابو الحوافر إن <applause> هو الفارو دي غيوغ نوا الخطوط السوداء دي بقع البنية دي زوسيكون هما القرون العظمية هذه القرون العظمية هما دوك القرون الصغيرة نلقاوها في رأس الزرافة حاولوا قدر المستطاع تحفظوا هذه الكلمات دوكا نشوفو أجزاء جسم طيور لوازو أ آه. أن باك لال إي دي بلوم لو كوك أ آه. أون كخيت نشرحوهم لو باك هو المنقار لال جناح لو بلوم الريش لا والعرف نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا من هذا الفيديو تابعونا في فيديوهات تاع التعبير الكتابي سيكريت اكريت باش تشوفو كيفاش استعملنا هذه الكلمات ونتلاقاو في فيديو اخر السلام عليكم ورحمه الله